واما عندنا هذا يقول صلوا على النبي اذا بيسكبوا العذر في على الانسان او العوده يقول صل على النبي صلى الله عليه وسلم. هل ورد ان يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد سئل السيد العلامه محمد بن اسماعيل الامين هل ورد فيه؟ فقال يقولون عند الطين يذكر احمد، فهل عندكم من سنه فيه تؤثرون؟ فقلت لهم لا، انما الطيب احمد فنذكره والشيء بالشيء. لما كان النبي طيب والعود الطيبه فبمناسبه الطيب هذا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لانه الشيء يذكر عند ذكر الشيء. اما انه ورد حديث فلم يرد حديث لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف. عيدونا يا قاضي البيت، عيدونا. يقولون عند الطيب يذكر احمد، فهل عندكم من سنه فيه تؤثرون؟ فهل عندكم من سنه فيه تؤثرون؟ فقلت لهم لا، انما الطيب احمد، انما الطيب احمد فنذكره والشيء بالشيء يذكره.